ست أم أحمد، زوجها متوفى من 6 سنوات، وهي عندها دلوقتي حاجة و50 سنة، وبتقول أنا في وقت ما اعتديت يعني وقت العدة قريب لها، قال لها أنت تقدري تروحي تعملي المشاوير الصبح وترجعي تزور أختها، تحضر حاجة وترجع. ده سليم جدا اللي أفتكي بيه. اللي قالك لا ده ما ينفعش، لا قولي له ما تقولونه لا يقبله العقل ولا يمكن أن يتطابق مع الواقع الحياتي للمرأة. يعني أنا النهاردة في امرأة متوفى عنها زوجها، هحبسها في البيت؟ يعني مش المطلوب بالحبس، ما احنا نفهم، احنا بنلتزم، وقالوا سمعنا وأطعنا، بس الشرع لأنه متسق مع العقل، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه المرأة اللي هي في عدة الوفاة محتاجة تروح تشتري طلبات، محتاجة تروح شغلها كل يوم، بنقول لها أنت في حداد في مظهرك وتصرفاتك و و وفي نفس الوقت تروحي تقضي حاجاتك، تروحي شغلك وترجعي، أنت بس هتباتي في بيتك. يعني ده كلام كده مقبول أنه الناس تعمله، فالشرع لا يكلف الإنسان ما لا يمكن أنه يكون في طاقته، إنما يكلفه ما في طاقته. يعني الأمور كده بنفهم الأحكام الشرعية والحكم من وراءها قدر طاقتنا على في اتساق مع العقل، إنما مش بهذا. فاللي أنت عملتيه مظبوط، وما أفتاك به هذا القريب مظبوط، الخروج مشروع للمعتدة من وفاة لقضاء حاجاتها مع ضرورة المبيت في المنزل، وهذا ما يعني وجه إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زوجات شهداء أحد الأبرار، لما يروح للنبي وتكلموا معاه وإحنا بتبيت وإحدانا عند أختها، النبي قال لهم اقعدوا مع بعض زي ما أنتوا عايزين، وبالليل على أن تؤوب كل واحدة إلى بيتها، بالليل أبات في بيتي، ده للمعتدة من وفاة.